سلام متتبعي قناة لمسات مريم. الفيديو ديال اليوم غيكون على وصفة زبدة الفول السوداني أو كاوكاو اللي كيدخل في وجبات الفطور الصباحية، ففيه فوائد مهمة للجسم. مثلا كيخفض نسبة السكر في الدم من نوع الثاني، وكينظم دقات القلب، وما نسوش الفوائد العجيبة ديالو في تنقية البشرة من خلال عمل ماسكات للوجه. ما نطولش عليكم كتر، يلا نشوفوا كيفاش كيتحضر. عندنا 500 غرام ديال الفول السوداني او كاوكاو، 3 ملاعق كبار من سكر سنيدة او العسل حسب اللي متوفر عندكم في البيت ديالكم، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. انا هذا كنت غسلته البارح وسرحته في واحد المنديل وخليته يبات حتى ينشف، حيت ملي كنشريه ضروري ما كيكون لاصق عليه الغبار، فانا ما كنقدرش نمسحه صافي. ولكن خذوا هذاك النوع ديال الكاوكاو اللي كيكون مقشر ويكون كبير، من بعد غنسرحوه في واحد الطاوه وغندخلوه للفرن حتى يتحمر، ومره مره نقلبوه بملعقه خشبيه باش ما يتحرقش لينا. من بعد غناخدو الروبو باش نطحنوه، اللي ما عندوش روبو يقدر يستعمل طحانة الخاصة بالعطرية. خاصنا نصبرو عليه حيت كياخد لينا واحد الوقت باش كيتطحن، وخاصو يكون سخون باش يطلق بسهولة هادوك الدهون اللي فيه. ومن بعد ما تطحن لينا الكاوكاو ديالنا كيخرج على هذا الشكل، كنزيدوا ليه زيت الزيتون، نزيدوا نطحنوه للمره الثانيه، وهذا هو الشكل النهائي ديالو. كيجي اكثر من رائع، جربوه ما غاديش تندموا. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. اشتركوا في القناه، ديروا جيم، بارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب، وإلى اللقاء إلى وصفة قادمة إن شاء الله.